سيقودنا حتما إلى أن نعاود المحاورة الجميلة والاستثنائية في سهرة من سهرات المدينة من قسنطينة ومن التلفزيون الجزائري. أحب أن أرسل له أن مثل ما أقرأ هنا وهناك على أن هناك مسلسلا تلفزيونيا قد يكون متعلقا بحياة وردة الجزائرية. أنت التي إذا كان هناك من مسلسل إذا كان هناك من مسلسل تلفزيوني يتعلق بحياة وردة. هذا كان في تفكير. أنت التي عرفتها. هل يمكن أن يضيف هذا المسلسل لما يمكن أن كانت عليه وردة؟ هو تعارضت قال الحكاية دي تعارضت. لكن الشخصية بتاعت وردة في لها مراحل. يعني في مرحلة وهي صغيرة. وبعدين مرحلة تانية ومرحلة تالتة. فهي ازاي لازم المرحلة دي تكون بنت صغيرة وتجيد الفرنسية جيد جدا 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 لان وردة جزائرية وبتجيد الفرنسية جيد جدا جدا جدا. الشبه بتاعها لازم يكون واخد الشكل اللي عشان نكون صادقين واحنا بنقدم شخصية مش بنقدم كده بعدين دي شخصية لها قيمتها. فلازم يكون في المصداقية وانت بتتفرج عليها تبقى مصدقها. فلازم تكون يعني انا اقترحت قلت بنتها اقدر واحدة انها ممكن تعمل الشخصية. ايه الشبه اللغة الجنسية ممكن تكون معصرة مامتها كتير قوي عارفة فين انت مبسوطة انت متضايقة انت سعيدة انت كل ده بتتعلم التمثيل. ده انا كان رأيي. لكن انا اطرحت الفكرة مش مجرد ان انا صديقة او مجرد ان انا يعني قريبة كنت شوية منها. انا قريبة في فترات المرض الأخيرة. لكن ده مش كافي. لازم زي ما قلت لك شخصية تكون فيها كل المواصفات دي عشان تبقى الشخصية لها المصداقية تبقى وانت قاعد بتتفرج مصدق ان لما تتكلم الجزائري لما تتكلم الفرنساوي لما الشبه الشكل ده مهم جدا جدا. ولكن هناك من المسلسلات التي أعادت بعض الشخصيات دون أن يكون الشبه أقرب ما يكون إلى الشخصية نفسها. أنا بقى مش مع الحقيقة. لا أنا مش مع الحاجات السير الذاتية اللي بتطرح أو اللي بتتقال أو اللي كده ثبت مع الوقت إنها ما يعني ما مش عايزة أقول ما نجحتش مش عايزة أكون ظالمة في رأيي لكن ده رأيي أنا الشخصي. يعني أنا ببقى منفصلة يعني في حاجات بتخليني منفصلة مش عارفة أصدق إلا إذا كان يعني أم كلثوم. أنا أم كلثوم اتعرضت عليا في الأول أم كلثوم اتعرضت عليا كشخصية أنا أعملها ولكن أنا وقتها ما حصلش نصيب فهمني. لكن السير الذاتية زي ما كانتش تبقى متقنة جدا 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 أم كلثوم حصل فيها اتقان شديد. ام كلثوم طبعا اتنفذت باتقان عالي جدا جدا وعاليه لغايه دلوقتي ولما تيجي تتفرج عليها معموله حلو رغم ما انا كنت حاملها الا انها معموله حلو اتعملت حلو فاهمني. اسمهان اتعملت حلو كانت حلوه قوي قوي. لازم تجيب الشخصيه قريبه الشبه. انا ما عنديش الشبه القريب. هي لازم يبقى فيه الناحيه العمريه السن مهم جدا ياخد المرحلة اللي هي وهي صغيرة وبعدين بعد كده المرحلة اللي هي التألق والوهج والطرب والحاجات الحلوة الجميلة دي وبعدين الفترة الأخيرة. كنت عايزة أكون صادقة فقلت لا بنتها ممكن هي اللي تعمل الشخصية دي. ولكنك أنت مع أن يكون هناك مسلسل يتعلق بوردة جزائرية اللي تعمل بشكل عام لكن يكون بالشكل اللي أنا بقول لك عليه قريب منها تكون الشخصية. يعني هم لما عملوا أسمهان ما هم جابوا سلاف سورية وأسمهان أعتقد سورية أو لبنانية حاجة كده.
في ففي اللهجة قريبة. لازم تبقى الشخصية يدوروا على مين اللي تشبه وردة، مين اللي ممكن تكون تدي الملامح، مين اللي ممكن يكون يحضروها يهيئوها يعدوها يعلموها التمثيل. وبعدين بقى حتة الجنسية وحتة اللغة الفرنساوي اللي هي تجدها، ده لازم كل ده يكون موجود عشان تنجح الشخصية. مش مجرد ان احنا بنطرح شخصية موجودة عندنا لها قيمتها، ولا لازم كل التوابع اللي موجودة دي عشان يبقى العمل ناجح. نستمع من خلال للمشاهدات والمشاهدين لرأي الفنان التونسي صابر الرباعي عن وردة الجزائرية. يلا نسمع. أنا اليوم نحب نحكي على السيدة وردة، أولا كإنسانة، إنسانة قريبة جدا إلى قلبي، قريبة جدا إلى قلوب كل الناس اللي عاشرتها. إنسانة تريحك في مجلسها، تريحك في كلامها، تريح في يعني محبتها ليك أي إنسان يزورها، فتفرض عليك الاحترام أنك تحترمها لأنها سيدة بيت أولا، لأنها كريمة جدا، لأنها بسيطة جدا، يعني إذا قارنا عظمة هذا الصوت وعظمة هذا الحضور الإعلامي الفني الكبير في الوطن العربي، تلقاها كإنسانة متواضعة جدا، كإنسانة يعني تريح كما قلت في علاقتها مع أصحابها، مع الناس اللي أول مرة حتى تتعرف عليهم في الشارع. فأنا كنت صراحة قريب جدا إليها، قريب جدا إلى يعني طريقة عيشها في الأيام الأخيرة ممكن أو السنوات الأخيرة أكثر. لكن أنا سمعت من قبل أنها تحب صوت صابر وتحب يعني تحب تسمع له، وده اكتشفته من بعد لما صرحتني وأسرت لي بالشهادية من أتحدى العالم، من خلص طارك، من كل الأعمال اللي قمت بها. فكانت بصراحة بمثابة الأم القريبة جدا إلى ابنها، وزرتها عديد المرات. طبعا أنا ما انساهاش طول حياتي سيدة وردة. فنيا ضروري يصعب أنه نحكم، أنا شخصيا بحكم تجربتي المتواضعة مقارنة بتجربة السيدة وردة، لا يجدر بي أنه نحكي عليها ونحكي على مسيرتها، بقدر ما نقول أنه أغانيها لليوم نعتمدها في حفلاتنا، أغانيها لليوم نحفظها، نتابعها، نحبها. يعني مسيرة زاخرة بالعطاء، مسيرة زاخرة بالمواعيد الفنية الهامة، سواء كان مع الفنان حلمي بكر، مع الفنان بني حمدي، مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يعني شوف سيدة وردة عاشرت من فنيا، وحتى تطلع أو تطلع بأغاني تعيش لليوم. فأنا شخصيا كنت أتمنى أن أعيش الفترة اللي عايشت فيها السيدة وردة حتى يكون لي نفس هذا العطاء الزاخر وهذا التاريخ. أنا طبعا أكيد يعني مش نادم أنه موجود في هذا العصر، هناك مبدعين وهناك نفس الشيء يعني طاقات مهمة جدا في الفن، لكن كمدرسة كلاسيكية، كمدرسة طربية، كمدرسة فيها زخم فني كبير، أكيد أن الفترة اللي عاشت فيها سيدة وردة كانت مفيدة جدا لنا، مفيدة جدا لها أكيد، حتى نحتت اسمها في تاريخ الموسيقى العربية. طبعا نحب نترحم عليها في الذكرى الأولى لوفاتها. أحزنت أنا شخصيا بدرجة كبيرة، أكيد كنت متواجد، ما كنتش نقدر أنه ما نحضرش الدفن، ما نحضرش المواكب موكب العزاء نتاعها، ما نحضرش يعني ما نقراش الفاتحة عليها على طريحة. أكيد يعني شيء شخصيا أنا أعتبرها خسارة كبرى للفن
لكن العزاء الوحيد انه اغانيها تبقى، صورتها تبقى دائما موجوده، اغانيها موجوده، نحفظها ونتعلم منها لليوم، ولاجيال اخرى تتعلم من اغاني السيده ورده. الله يرحمها. ونحب نوجه تحيه لبرنامج نتاعكم على ذكرى الاولى لرحيل ورده. ونحب نسمعكم يمكن مقطع صغير اللي انا شخصيا نحب مجموعه من الاغاني، هي ممكن نغني لكم مقطع صغير من اشتروني. اشتروني واشتروا خاطر عيوني وريحوني، ياللي ناويني تتعبوني ريحوني. اشتروني واشتروا خاطر عيوني وريحوني، ياللي ناويني تتعبوني ريحوني. صدقوني النهارده انا بين ايديكم، صدقوني صدقوني النهارده انا بين ايديكم، صدقوني بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره ترارارا هتدوروا مش هتلاقوني. ملقيناهاش صحيح، لكن اغانيها موجوده. الله يرحمها ورده. هذا التسجيل كان تسجيلا حصريا من صابر الرباعي الذي اعتذر لظروف لعمله، كان يمكن ان يكون حاضرا معنا في سهرات المدينه، لعله سيكون حاضرا في فرصه اخرى ولعلها ستجيء. بالمناسبه انا عايز اعمل مداخله بقى معاك، كان يسعدني جدا ان يكون صابر الرباعي موجود لان انا من المعجبين. انت مش قلت هتشترك معانا في الحوار؟ انا دخلت اشترك. انا سعيد بكل، انا رائع، انا سعيد. يا ريت كان موجود لان انا مغرمه بصوته جدا جدا جدا، عنده صوت جميل جدا جدا. ان المراه، اي امراه لا يمكن لها بحال من الاحوال الا ان تبقى صغيره فاتنه بهيه متالقه مثل ما ظللت انت وظلت ورده النجمه المضيئه والتي نستعيد في سهرة من سهرات المدينة صوتها وذاكرتها من خلالك. ثم إننا قد استمتعنا ببعض أغانيها من خلال سارة زكي، ولكن فناننا البهية الطلعة الممتد في هذا الغناء الطربي الأصيل عبدو درياسة من الجزائر سيصول ويجول صوتا وأداء طبعا لما غنته السيدة وردة. مشتاقين نسمع بقى، يلا نسمع بقى.